عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تسليم حمدي، مذيعة مقدمة برامج تلفزيونية، ودي قناتي على اليوتيوب اللي بتكلم معاكم فيها. والنهاردة كلام على حملات التشويه الكتيرة والكبيرة اللي موجودة على عبدالله رشدي. يا ترى هو جاني ولا مجني عليه؟ تعالوا نشوف. ولكن قبل ما نبتدي الكلام، قوموا هاتوا حاجة سخنة أو حاجة ساعة، روق بيها على نفسكم، ويلا بينا نبتدي. الاخوات الاشرار بتوع النسوية مش عارفين يقعدوا على بعضهم من ساعة ما بدأ الشيخ عبدالله رشدي يظهر كده على الساحة ونجمه يلعلع ويبان. بقى ليه متابعين ياما، وبيتكلم بحجة وبيتكلم بمنطق وعقل، وبيقدر يضحض اي حد عمال يشوه في الدين او مش فاهم هو بيقول ايه. يقعدوا ليالي وايام يدبروا في الحجة ورا الحجة والمنطق ورا المنطق، ويجي هو بكلمتين هوب بيدمر لهم كل اللي هم عمالين يعملوه. ولو حضرتك مش فاهم الحكاية، تعال معايا وبالراحة هنفهم مع بعض. لكن قبل ما اقول اي حاجة وابدأ في اي كلام، انا هنا مش في اطار الدفاع عن الشيخ عبدالله رشدي، هو اقدر في الدفاع عن نفسه، لكن هي كلمة حق ولازم تتقال دلوقتي. ببساطة كده، امريكا والغرب بيدعموا بعض مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة في الدول النامية، واللي طبعا مصر منها. ومثلا خد عندك واحدة من المنظمات دي، واحد من اعضائها تم حبسه من فتره وطبعا خرج. كانت منظمته بتروج للحريه وابداء الراي وعدم اعتقال المواطنين تحت ضغوط سياسيه، كلام حلو جدا وكلنا نتفق معاه. لكن كانت منظمته بتروج للمثليه الجنسيه من تحت لتحت، وبتدعمها وبتحاول تعمل لها انتشار، وشايفها انه عادي واصلها حرية. ولما تم اعتقال مؤسسها، بجملة الاعتقالات الكتيرة اللي بتحصل في مصر دلوقتي، الغرب مسكتش على الناس دول بالذات، وفضلوا يضغطوا لحد ما خرج مؤسسها الداعي للمثلية الجنسية. يعني الراجل محمي من الغرب ماديا وسياسيا وامنيا وكل حاجة، ومش عارفة يرجع يقولوا لك مش عارفة مين اللي خونا دول. ما علينا. بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرفوا كويس ان مروجين النسوية والست مش ملزمة والست مش مكلفة بالرضاعة والست لم تخلق للبيت، وكل الكلام ده اللي الهدف منه نهد الاسرة ونروج لحاجات تانية. واللي بيهاجموا عبدالله رشدي وبيقولوا انه لعب بالبنات وانه سرح بيهم وانه ضحك على عقولهم، كل ده بيتم دعمه بالفلوس اللي جاية من بره. والناس اللي بتروج لده بيتبعوا المنظومة دي بشكل او باخر، وفي منهم اللي افكارهم من دماغهم بره المنظومه دي، لكنها في الاخر بتتفق مع الاهداف المنظمه دي. واحده زي الهدب القمصان دي كل شويه تطلع تصوت علينا بفكره جديده، والست مش ملزمه والست مش معمله، وفجاه طلعت قالت لك اصل انا بقيت اونر في الساحل الشمالي. يا ست، كل محتاجين نعرف من حضرتك مرتبك كام عشان تمتلكي فيلا في الساحل الشمالي وبتغيري عربيه كل سنه. عبدالله رشدي قدر في الفتره الاخيره انه يقنع بنات وشباب كتيره جدا من اللي كانوا بيتبعوا النسويه انه وصل بدماغه لبيوتهم، فكان لازم يعملوا حاجه يشوهوا بيها سمعته. ولنفترض ان البنت العراقيه دي ضحك عليها فعلا وليها حق هي وغيرها عنده، فين اثباتاتكم يا جماعه؟ شوفوا للعالم كله انه بتاع ستات وانه نصاب وانه مدلس وانه مجرم عشان احنا كمان نحذر منه. لكن لو اثباتاتكم عباره عن مسجات مكتوبه على موبايل، فانتوا كده يا جماعه جايين تهزروا، وبصراحه جايبين احنا كمان نسخسخ من الضحك. اصل الموضوع ده اتهرس في مليون فيلم قديم قبل كده. الفوتوشوب ما خلاش حاجه يا اخواني. انا اقدر دلوقتي اخلي لكم اليزابيث في تربتها تبعت لي مسج من صفحتها الموثقه اللي بالعلامه الزرقاء. ده انا كنت فاكره ان مروجين النسويه في مصر قفال، اتضح ان اللي بيمولهم وبيعملوا حملات تشويه كوالين مسكره. نسيت اقول لكم، خلصت الحلقه، اشوفكم.